الثقافة الغربية هدفها رفع مستوى التفاهة إلى مستوى القداسة. اليوم كثير من المسائل التافهة والمنحطة، ليس فقط التافهة، الغرب بإعلامه ومسلسلاته وأفلامه وفضائه المجازي وكذبه ودجله رفع التفاهة إلى القداسة، وإحنا مصدقين، وخفض مستوى قداسات إلى مستوى التفاهات، وإحنا مصدقين. وهذا من أخطر مصاديق الحرب في صراع الثقافات بين الغرب والإسلام.